السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمشاهدينا الأعزاء في مصر والوطن العربي جميعا. حلقة اليوم هنتكلم على فوائد التسمية الحيوي. الحلقات السابقة اتكلمنا على المقارنة بين السمات الحيوية هو والمقاومة الحيوية هي والأسمدة العضوية هي، وبعد كده اتكلمنا في كذا حلقة بعد كده عن الأسمدة العضوية. حلقة اليوم هنتكلم على ليه احنا بنستعمل السمات الحيوية، لكن في بعض الملحوظات المهمة. أول شيء، يجب ولازم وإجباري تخصيب التربة بالمادة العضوية قبل استعمالك للأسمدة الحيوية. رقم 2، ممنوع استعمال السماد الحيوي فقط في أرض فقيرة جديدة إلا لو في مادة عضوية. رقم 3، في حالة استعمال للأسمدة الحيوية والأرض تكون أرض زراعية عضوية او زراعة منزلية، ممنوع ان انت تعمل تجفيف للتربة او تشميس للتربة، ان في الحالة دي هتفقد البناء الميكروبي الجيد المفيد للتربة. بمعنى لو انت هتشيل النبات الصبح تزرع الظهر، ان ما يحصلش ولمدة 24 ساعة جفاف. وده احنا اتكلم فيه الاساتذة الدكاترة الاستاذ الدكتور محمد عبد ربه والاستاذ الدكتور محمد ابو السعود في مركز المناخ بوزارة الزراعة في الدقي في دوراتهم الجميلة الممتعة اللذيذة في المواضيع دي. نقطة مهمة، الأسمدة أو المغذي، لا والأصح يقال المخص المغذيات الحيوانية والداجنة زي النوفا بلس والنوفا كي لا تستخدم للأسمدة الحيوية. لماذا؟ ان في الاسمدة ديت فيها شقين، الشق الباسيلس، ميكروب الباسيلس، واحنا اتكلمنا عنه ان الميكروب الباسيلس ده مفيد، لكن بقية التركيبة موجود في فيتامينات ومواد مغذية للانتاج الداجني والحيواني، فما نهدرش هذه المنتجات في استعمالنا لتخصيب التربة. فلكل مقام مقال، هذه المنتجات منتجات للإنتاج الحيواني والداجني وليس للتخصيب الحيوي. نقطة من أول السطر وبلاش نسطع بعضنا تاني. عايز أي تستزيد في المعلومة دي تروح اقرأ في الإنترنت، وماليش دعوة محدش يتكلم تاني في موضوع النوفا بلس والنوفا كي والكلام ده كله، الله يبارك لكم، مش عايزين إيه مغالطات كتير. هنتكلم النهاردة على ليه احنا بنستعمل الاسمدة الحيوية، فوائد استعمالك الاسمدة الحيوية. اول شيء هو ان الاسمدة الحيوية دي بتفرز مواد بتساعد على تحويل المادة العضوية الصلبة الى صورة معدنية يستفاد بها النبات. يبقى انا مثلا حاطط حتة البراز بتاعت الحيوان او الطيور او المخلفات الكمبوست الحيواني او النباتي والمخلوط، عايز احولها بقى من الكتلة دي لكتلة ميسرة عن طريق الميكروبات. حاجة تانية، الحاجة التانية افراز الاحماض، الميكروبات دي بتفرز احماض بتحول العناصر السمادية المعدنية اللي موجودة في التربة في الصورة غير ميسرة لصورة ميسرة، زي املاح الفوسفات الصخري الغير زائبة بيحولها لاملاح الفوسفات الزائبة، وتحرير عنصر البوتاسيوم اللي في صورة غير صالحة الى صورة صالحة مرتبطة به التربة. رقم 3، افراز بعض المواد المخلبية زي حوامل الحديد اللي بتيسرها للنبات ويستفاد بيها. يعني عندك مثلا جميع الابار اللي موجودة في غرب مصر من اول مرسى مطروح لغاية كانوب الوادي الجديد، المية بتاعتها مليانة حديد، لما بستعمل الاسمدة العضوية وعليها الاسمدة الحيوية بعد كده باستمرار على مدار العام بتنستفاد بهذا الحديد، فما لقيش اي بياع او محل اسمدة عنده حديد. يا استاذ العزيز انت الارض عندك مليانة حديد، بس استعمل المادة العضوية والاسمدة الحيوية واستفاد بيها. طب ايه الاسمدة الحيوية؟ الخميرة والعسل، اللاكوباسيلس، الاي ام 1، شاي كومبوست من ابسط ما يكون. انت بتجيب المادة العضوية وتحطها في مية مع مادة السكرية وتخمرها لمدة اسبوع في الصيف اسبوعين في الشتاء. مفيش اي حاجة اسمها يا اخوانا تخمر 6 ساعات 3 ساعات، ده كلام عقيم، واللي بينشر الكلام ده من استاذ دكتور
او دكتور او مهندس او استشاري او اي حد، يا استاذي لازم التخمر ياخد وقته الكافي لافراز الميكروبات. اول حاجه تتغذى على الماده السكريه وتفرز المواد اللي احنا بنتكلم فيها. عندك كمان الاسمده الحيويه بتعمل على افراز منظمات النمو زي السيتوكاينين. يعني ما اروحش اشتري سيتوكاينين، انا استعمل الاسمده الحيويه بتديني السيتوكاينين وتديني الجبريليك اللي احنا محتاجينه في انقسام الخلايا واستطاله الخلايا، فما اروحش ادفع فلوس على الفاضي. عشان كده انا بشجع دايما باستعمالك للاسمده الحيويه. رقم النقطه اللي بعد كده، الاسمده الحيويه والتخصيب العضوي للتربه بيديلك مع الوقت استغناء تام ونهائي عن كل الاسمده الكيماويه. خلي بالكم من النقطة دي. في بعض الخزعبلات وفي بعض الكلام يقول لك أصل الأسمدة الحيوية زي شاي كومبوست بيملح التربة. دي أنت مخك اللي بيملح، مش التربة اللي بتملح، المخ هو اللي بيملح. إحنا عندنا لسه كنت بتكلم إمبارح مع بعض الناس، بقول لهم إحنا سنويًا بيخرج من جميع كليات الزراعة في جمهورية مصر العربية من رسائل الماجستير والدكتوراه، تمام، بالمئات، وكلها بتتحط في الادراج المكتبات، وفي الاخر بعد كده بيتباعوا في اسواق الاوراق، تمام، بالكيلو. مع ان ده علم تعب فيه الطالب الماجستير وطالب الدكتوراه عشان ياخد فيه الرساله بتاعته، في الاخر بتترمي. ما بالك بمصر، ما بالك بعندنا اكتر من كام دوله عربيه فيها كام كلية زراعة، فيها أبحاث قد إيه؟ للأسف إحنا في الوطن العربي بنهضم وبنضغط وبنقتل الأبحاث العلمية، في حين بره بيستفادوا بكل هفوة، بيعلموا الطفل الصغير إزاي يبقى عنده عقل وفكر ومخ. إحنا لأ، إحنا بنقتل العلم وبنقتل المعرفة. عندك كمان من فوائد التسميد الحيوي افراز المضادات الحيويه اللي بتعمل على قتل ووقف نمو الميكروبات الضعيفه الضاره. يعني مثلا انا لما اكون مخصب التربه بتاعتي بالاسمده العضويه الجيده والحيويه بتقتل لي وبتوقف لي نمو الميكروبات الضاره زي البيسيوم والفيوزاريوم والريزوكتونيا وامراض اعفان التربه. من فوائد برضو المادة العضوية أو التخصيب الحيوي هو أكسدة المركبات الكبريت الغير زائبة وتحويلها إلى صورة زائبة. عندك كمان تثبيت النيتروجين الأزوت الجوي عن طريق الميكروبات العقد الجذرية مثلا وتحولها لمواد مفيدة زي بكتيريا الأتروفية، فبيزداد الكربون العضوي في التربة. عندك تحسين بناء التربه، ازاي بتجمع حبيبات التربه؟ يعني عندك التربه الرمليه تربه مفككه، فلما بستعمل الاسمده الحيويه بعد التخصيب العضوي بتعمل على تجميع حبيبات التربه عن طريق هيفات الفطريات المفيده زي المايكرو هايزر والاكتينوميسينات، تمام، بتعمل على لزق الحبيبات التربه، فبالتالي بتديني تخصيب قوي وتحسين من خواص التربه وبناء. عندك كمان تكوين الدبال، الدبال ده بيكون عباره عن مركب معقد طبيعي غروي بيعمل على تحسين خواص التربه وبيكون من نواتج التحلل الماده العضويه. عندك تخليق الاستراد اللي بتعمل على طرد الحشرات الضاره، يعني بتبقى برضه التربه قوية وبناءة، ما يقدرش مثلا بعض الحشرات زي حفار بتاع بسم الله الرحمن الرحيم صناعات الأنفاق أو يرقات الديدان إن هي تعيش بكثرة في التربة، لا، التربة بيكون فيها بعض المواد اللي بتقطع عليها. كمان من فوائد الأسمدة الحيوية إن هي بتكسر روابط متبقيات المبيدات الحشائش المبيدات الكيماويه سواء الفطريه او الحشريه.
من فوائد الأسمدة الحيوية إن هي بتحول العناصر التقيلة في صورة ميسرة إلى صورة غير ميسرة في التربة، فبالتالي النباتات ما تستفادش بيها، فبالتالي ما يبقاش ليها أثر متبقي في النبات اللي إحنا بناكله بعد كده. فربنا يحفظنا من الأمراض الكانسر وأمراض الكلى والكبد. الأسمدة الحيوية بتدي دعم وقوة بالميكروبات الدقيقة الغنية المفيدة للتربة، فبالتالي بتكون تربة مليانة بالميكروبات الحلوة الخصبة. بنقلل من استعمالنا للأسمدة الكيماوية بالتدريج لغاية الصورة النهائية. كمان إن أنت عندك الكائنات الدقيقة الحيوية دي، بدأ إن في بعض المنتجات زي الإي إم 1 في الدول الخليج. وطبعا أنا عايز أوضح نقطة، اوعى يا مصريين، اوعى يا مصريين تقولوا ان الخليج لسه بيجري ورا المعيز ولا بيجري ورا الجمال ولا جايين من الهند راكبين جمل. لا، النهارده الخليج، الدول العربية في الخليج على اعلى مستوى في التعليم، بيحافظوا على ثروة دولتهم اللي هي ايه؟ الطلبة والشعوب بتاعتها. فبقت الدول الخليج عندها المقدرة ان هي تجيب لك الاجنبي الدنماركي والنيوزلندي والانجليزي يقف تحت ادارته يسمع الكلام، زي ما كانت زمان المملكة المصرية ايام الملك فاروق والملك فؤاد، لما كان بتلاقي القزار بلجيكي وهولندي، وتلاقي الحلاق من قبرص، بتلاقي اليوناني والجريكي مش عارف بيشتغل ايه. دلوقتي الخليج هو اللي بيعمل ده. المغرب العربي بقى في نهضة عملاقة في المغرب. المغرب دلوقتي بقت اعلى واجمل واقوى دولة في التصدير الزراعي، لكن العقول هي اللي مريضة. اوعى حد يقلل من شأن اخوه العربي، اوعى حد يفكر ان احنا ننبذ او نيجي على اخونا السوداني او الفلسطيني او السوري او الاردني. ده احنا جسد واحد يا ناس، يا ناس احنا جسد واحد، ما في مصري ما في عربي يسخر من اخوه. ده احنا في الحالة دي هنبقى فشلة. انا بعتبر ان الكيان العربي زي الانسان، ايدي العراق وايدي المغرب وجسمي كل الدول العربية، لو احنا اتحدنا صدقوني ما حد يقدر علينا. عشان كده كل الدول الغربية، كل الدول الغربية بتحارب وبتحط الأسفين ان ما يبقاش في اتحاد بين الدول العربية، ان هم فاهمين لو اتحدنا هنبقى من اكبر واعظم الدول العالم. رجاء نقرأ نتعلم نستزيد من العلم، وانا معاك الواتس بتاعي على عنوان الحلقات كلها، واتمنى المفيد. بكرة ان شاء الله نتكلم على انواع الميكروبات المثبتة لنيتروجين الهواء الجوي. يلا مع السلامة.